السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كامتاز من البرامج المتخصصة في تسجيل الشروحات وتسجيل الدروس التعليمية، تسجيل الشاشة، تسجيل المحاضر، ممكن تسجل صوت بس لو حابب. فهو برنامج ممتاز جدا، ودلوقتي هنشوف ازاي اكتب كلام توضيح للفيديو. طيب ممكن تيجي مثلا من انوتيشن وتبدأ تضيف التكست اللي انت عايزه بالشكل دوت، مجرد دراج اند دروب. تقدر تختار مثلا نقول، فهتلاقي اشكال كتيرة جدا تقدر تختار اللي انت عايزه منها، كل واحد منهم ليها الخصائص بتاعتها. تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، تكبر سايز، تصغر، تغير الفونت، تعمل محاذاة، تبعد الكلام عن بعض بالشكل دوت. لو اكتر من سطر هيبقى معاك في الفيرتيكال، وهتلاقي فيه حاجات كتير جدا. طب لو انا عايز اغير تكست، مجرد انت تدوس عليه مرتين وبعد كده تكتب اللي انت عايزه، وليكن مثلا العربية. طيب انا عايز اضيف مؤثرات لدخول الكلام، فاجي هنا في بيهيفير هتلاقي كل حاجة ليها شكل دخول معين، فتقدر تختارها وتسحب وبعد كده تيجي تقول له انا عايز اشوف التأثير هيبقى عامل ازاي. فزي ما تشوف هيجي مثلا بالشكل دوت، ممكن تخليها بالشكل دوت. كل حاجة ليها المؤثرات بتاعتها، خليكم مثلا دوت، هتيجي هنا تقول له وريني الفيديو، فهيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. طبعا كل واحد فيهم تقدر تيجي من عليها سيلكت وتعمل لها ديليت، تقدر تعدل فيها، تعمل تغير المؤثر، تقدر تحذف المؤثر وتسيب الكلام زي ما انت عايز. طيب لو جينا تاني للانوتيشن، تلاقي ان انت ممكن تضيف سهم مثلا بالشكل دوت اهو، تقدر تضيف اي سهم تاني. مثلا السهم التاني تقدر تعمل له مؤثر معين مثلا في الدخول، بيبقى شكلها ظريف وبتلفت الانتباه. ممكن تيجي هنا تقول له لا انا عايز اضيف بعض الاشكال بالشكل دوت، مثلا عايز حاجة معينة ما تظهرش. ممكن تضيف مؤثر مثلا، زي مثلا ان في جزء معين يطلع بشكل باهت شويه زي ما انت شايف، تغطي مثلا على حاجه معينه. ممكن تضيف بعض الاشكال مثلا، زي مثلا العلامه ديت بالشكل دوت. ممكن تضيف بقى شرح مثلا، ان هنا انا دوست على الزرار الفلاني اهوت، دوست على الزرار دوت اهوت، وتقدر تقول له لا ده انا مش عايز كنترول ايه، ده انا عايز مثلا كنترول ار، تدوس على كنترول ار هو يبدا يلقطها، هو يبدا يحطها لك. فده هيسهل كتير ان لو حد مش شايف الماوس او مش شايف الاختصار اللي انت كاتبه، يظهر معاه الحاجه اللي انت عاملها.